طيب نطلع بره الكوره بقى شويه تمام. ونروح لرمضان واجواء رمضان، يعني طقوسك في رمضان اليوم عندك بيبقى ماشي ازاي؟ يعني رمضان عندي بيبقى بيبدأ من تقريبا من صلاة الظهر، بصحى على صلاة الظهر أصلي وأقرأ الورد بتاعي من القرآن، وبعد كده بعد ما بخلص بخش على صلاة العصر. أخلص صلاة العصر عندي بقى إيه حاجتين ممكن يتعملوا أنا ومزاجي بقى ساعتها، يا إما أنزل ألعب أتمرن يعني وأعوم وكده، بحب أعوم جدا في الفترة بتاعت رمضان قبل الفطار، يا إما أنام تاني وبعد كده أصحى قبل الفطار بحوالي ساعة ساعتين أنزل ألعب كورة بقى، وبعد كده بنرجع على الفطار، وبعد كده بعد الفطار عادة بيبقى فيه شغل يعني. ترجع تاكل على الجاهز يعني، ما تخشش المطبخ؟ ده مش رمضان بس، ده أي يوم. أي يوم تخش المطبخ خالص؟ لا أكيد بخش المطبخ، بس لما يبقى ليا مزاج أعمل حاجة يعني. بتعمل إيه بقى لما بيكون ليك مزاج تعمل حاجة؟ سندوتش. سندوتش جدا ده أقصى حاجة؟ أه ده أقصى حاجة بحب أعمل. لا بجد يا بتعرفش تطبخ؟ لا 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 خالص؟ وما فكرتش أصلا تشوف الحاجات دي تتعمل إزاي؟ وعايز أقول لك في لعيب الكورة بيعرفوا يطبخوا مميزين جدا يعني، رضا شحاتة الله يمسيه بالخير كان في الفتره اللي هو كان قاعد فيها وبيلعب فيها في النادي الاهلي هنا كان مغترب، هو من المنصوره رضا، فكنت بحب بقى اقعد عنده في البيت كتير جدا وهو اللي بيطبخ، وكان طبيخه عالمي يعني. ففي لعيبه لا بتعرف تطبخ، انما انا ما يعني موضوع يعني ما جربتوش، ممكن لو جربته الاقي نفسي كويس ما اعرفش. طيب ايه اكتر اكله بتحبها في رمضان؟ في ان جنرال مش رمضان بس، المكرونه، انا اي نوع المكرونه بالنسبه لي اساسي. ما بتخافش شويه من المكرونه وال التخن والحاجات دي؟ لا 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 محافظ على نفسي الحمد لله، ويوم ما بحس ان في حاجه كده بعرف اعمل كنترول كويس قوي يعني. انا خدت بالي ان انت وانت بتقول طقوس يومك ما جبتش سيره السوشيال ميديا خالص، رغم ان انت اكتف جدا على السوشيال ميديا. بصي رمضان اوقات كتير جدا ببقى مكسل، ببقى همدان، ببقى تعبان، فالواحد بيبقى يعني مقل شويه، انما مقل في الـ في الـ في, الـ في النشاط بتاعه، انما ان انا بتفرج وبشوف لا يعني 24 ساعه. انا شايفه ان انت اكتف جدا على السوشيال ميديا يعني، يعني بتتفاعل وسواء مع الناس او مع اصحابك بشكل كبير. ما عنديش مشكله خالص في ناس، وما عنديش مشكله ان لما حد بيخش يشتم ولا حاجه، يعني ما بشيلش وما بعملش بلوك، ما يعني اللي عايز يعمل اي حاجه يعملها، ما يعني خلاص اللي يشتغل في العمل العام يعني، ده وجهة نظري، اللي بيشتغل في العمل العام يعني معرض للانتقاد ومعرض للمدح، الاتنين بالنسبه لي بقوا متساويين، لان في الاخر انا بعمل عمل شايف ان انا بعمله كويس، بخلص فيه بديه بشكل محترم، فاللي عايز يشتم هو بينم عن بيئته، واللي عايز يمدح بينم عن بيئته، كل واحد اللي هو عايز يعمله يعمله يعني.